جزيلا لك الزميل أحمد الحسيني، كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والآن نتحول إلى أحوال الاقتصاد. ليلى عمر وتفاصيل ليلى. شكرا محمد عبد الله وأميرة العقدة، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. شهد وزير البترول طارق الملا انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا أش المسؤولة عن مشروع مجمع إنتاج الصودا أش والمقرر إقامته في إطار مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة. المشروع الجديد يهدف إلى إنتاج حوالي 600,000 طن من الصودا أش سنويا، وتقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 500 مليون دولار. وتدخل الصودا أش في العديد من صناعات الزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة. وتبلغ قيمة استيراد مصر من مادة الصودا أش ومشتقاتها حوالي 300 مليون دولار سنويا. ارتفعت صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق خلال عام 2022 لتبلغ 1.6 مليار دولار، بنسبة تبلغ 8% في النمو مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 987.8 مليون دولار. وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف وحده بنسبة 4% لتبلغ 624.7 مليون دولار. في سوق المال، تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، مدعوما بنشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك. وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه ليغلق عند 1.112 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة. أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع وسط توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر القياسي السعودي بنسبة 2% مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال، كما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية. كذلك ارتفع المؤشر البحريني بنسبة 1%، والعماني 2%، والكويتي 4%. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وأميرة، إليكم من جديد. شكرا لك يا ليلى.